الاتفاق اللي تم الاعلان عنه من دقائق بين الاهلي وبين شركه فاليو. خلينا يدينا تفاصيل من موقع الحدث زي ما بيقولوا. فاروق مساء الخير. كل التحيه للزميل العزيز احمد سمير، طبعا برحب بيك زميل العزيز احمد، وبرحب بضيفيك الكريمين الاستاذ وليد الحديدي والاستاذ فاروق عصام، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. فاروق تدينا فكره كده عن اخبار المؤتمر وما تم الاعلان عليه من تفاصيل الشراكه اللي جمعت النادي الاهلي بشركه فاليو. يعني خليني اقول لك ان طبعا جزء من البرنامج الانتخابي للنادي الاهلي وهو تطوير مصادر النادي الاهلي في مصادر التمويل او مصادر الماليه داخل النادي الاهلي، وكانت رؤيه من الرؤى اللي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ارتأى ان هيبقى في مهام جديده لمنصب امين الصندوق للنادي الاهلي بوجود المهندس خالد مرتجي. النهارده واحده من هذه الملفات بيتم انجازها وهو توقيع اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه ما بين النادي الاهلي و فاليو كواحد من الشركات الرائدة في هذا المجال. زي ما تحدث الكابتن محمود الخطيب وقال ان احنا عندنا رؤية لتعزيز مصادر النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي بيشهد فترة، يعني خلال الفترة الحالية، حالة من الطفرة الانشائية على مختلف كل الفروع النادي الاهلي او الاربع فروع، سواء الجزيرة سواء مدينة نصر او الشيخ زايد وايضا فرع التجمع، طبعا بتكلفة تجاوزت مليار جنيه و600 مليون جنيه، يعني تكلفة مالية كبيرة جدا للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا زميل احمد زي ما انت عارف بيسير في خطوط متوازية مع الطفرة الانشائية اللي بتشهدها الدولة المصرية في كافة النواحي في ظل وجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تطوير مهم جدا للنادي الاهلي للبنية التحتية. النادي الاهلي وقع النهارده عقد الشراكة مع شركة فاليو، وهي شركة من الشركات الرائدة في هذا المجال. الأستاذ وليد حسونة كان تحدث وقال إن النادي الاهلي بيمثل لنا ليس كقيمة رياضية فقط ولكن كقيمة إدارية، ودي نقطة مهمة جدا. تقييمك للنادي الاهلي ليس مقتصر على الجانب الرياضي ولكن أيضا هو بيتعلق بالجانب الإداري، ودي نقطة مهمة جدا. الشراكة يعني هتبقى في حواها ايه، او الامور اللي هتقدم من خلالها شركة فاليو للنادي الاهلي؟ هي بتقدم تمويل عضويات النادي الاهلي للراغبين في الحصول على عضوية النادي الاهلي يعني فترة سداد توصل ل 10 سنين، يعني من 6 اشهر ل 10 سنوات، ايضا تمويل الخدمات الموجوده المتاحه داخل فروع النادي الاهلي سواء فروع الجزيره مدينه نصر الشيخ زايد وايضا التجمع. يبقى انت كده بتتكلم في شقين، شق التمويل اللي راغب في عضويه النادي الاهلي وايضا للراغبين في العضويه من اعضاء النادي الاهلي الموجودين بصفه عامه، شقين بيشتغل عليهم شركه فاليو. ايضا تمويل العضويات هتكون خارج مصر، وازاي ان انا اقدر ان انا يعني ازود عضويات النادي الاهلي واعمل نشر العضويات النادي الاهلي في الدول العربيه. ويعني زي ما قال الاستاذ وليد حسونه نقطه مهمه جدا، قال لك احنا خلال الاسبوعين القادمين هنوقع عقد مع احد الدول لتمويل عضويات النادي الاهلي للمصريين المقيمين او اي يعني في الخارج، الموجودين في خارج مصر. دي نقطه من النقاط بالخارج بالظبط، من النقاط المهمه جدا زميلي احمد، وهي نقطه الجميع وقف امامها لانها بتدل على قيمه ومكانه النادي الاهلي. كلمه الكابتن محمود الخطيب اللي اشاد بيها الاستاذ وليد حسونه، الكابتن محمود الخطيب قال نقطه في غايه الاهميه، قال الملف ده بالتحديد لو احنا كمجلس اداره ما كناش موجودين في النادي الاهلي كان المجلس اللي هيجي بعدينا احنا هنقدم له الملف ده. ده اللي بيدل على قيمه النادي الاهلي. النادي الاهلي مش مهم انت هتكون فين، انت كفرد داخل منظومه النادي الاهلي مش مهم انت هتكون فين، المهم هو النادي الاهلي اللي هيكون فين. دي نقطه مهمه جدا. استاذ خالد مرتجي النهارده، كابتن محمود الخطيب، اعضاء مجلس النادي الاهلي بالكامل موجودين، دور مهم جدا. استاذ خالد مهندس خالد مرتجي امين صندوق، الاستاذ طارق قنديل موجود، دكتور سعد شلبي، الاستاذ محمد الجرح، الدكتور محمد شاوي، دكتور محمد الغزاوي، اعضاء الاستاذ محمد الضماطي اللي قام يا البادره، يعني برضو عايزين ننوه للدور اللي قام بيه الاستاذ محمد الضماطي كواحد من اللي كان صاحب المبادره في هذا الامر. زي ما اشاد الاستاذ وليد حسونه، تقدر تقول ان شركه فاليو انت كمان عشان تقدر تحصل على قرض خارجي ممكن من خلال البنوك بيتجاوز مثلا ممكن شهر او شهر ونص. الامور دي كلها هتتم لاعضاء النادي الاهلي وهتتم للراغبين في النادي الاهلي في فتره زمنيه هتتجاوز ال 20، يعني مش هتتجاوز ال 20 دقيقه. انا موجود معاك زميلي احمد لو في اي استفسار او اي تساؤل. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح. والحقيقه يمكن شركه فاليو معروفه واعتقد بقت من الشركات الكبيره في السوق المصري، وشراكتها ونجاحها في انها تكون شريك استراتيجي للنادي الاهلي هيخدم مصالح كل الراغبين او كل الناس عندها رغبه في انها تتمتع بعضويه النادي الاهلي بتسهيلات كبيره جدا في
الاجراءات وبسهوله كبيره جدا في عمليه السداد للقيمه النقديه يعني لاشتراك النادي الاهلي. واعتقد ان اسره النادي الاهلي مستعده الحقيقه بعد الطفره الكبيره اللي حصلت على مستوى الفروع في استقبال اعضاء جدد. بشكر فاروق صلاح.